صافي بداية. إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس، دائما يعني العاصمة العلمية للمملكة. واليوم متابعينا الكرام، حالة إنسانية اللي تلقيناها عبر بريد شوف تي في واللي قريتها صراحة وتأثرت، ديال سيدة اللي مريضة بمرض السرطان متابعينا الكرام، واللي كان المرض ديالها في الأول يعني ماشي خطير لهذه الدرجة اللي وصلت لها الآن. كان عندها سرطان الثدي، ومن بعد يعني سرطان الثدي فانتشر لها في الكور ديالها في الجسم ديالها كامل. وغادي نخليو ما بيننا دائما يعني كما كان في القضية ديال ريان، كان يعني الشعب المغربي متكافل ومتضامن. فهاد الحالات الإنسانية اللي كنبينوها من خلال قناة شوف تي في، فهي كان وصلوا الرسالة ديال هاد الناس اللي محتاجين واللي المرض. يعني متابعينا الكرام، راه حتى شي واحد ما كيبغي راسو يمرض ولا يوقع له هاد الحالة. سرطان كنا معرضين، لانك واحد النهار غيقولوا لك راه فيك واحد المرض، والله يكتب السلامه وما كنبغيو حتى شي واحد لانه يكون مريض. لكن متابعينا الكرام، شريفه السميه ديالك؟ لطيفه. شريفه لطيفه، تواصلت معنا، والبنيته ديالها مسكينه هي اللي تواصلت معنا من خلال البريد ديالك. انت اللي تواصلتي معنا؟ خالتك اللي تواصلت معنا من خلال البريد ديال شوف تي في، وقريت الرساله ديالها، ورساله صراحه مؤثره، وغنخليوها تحكي وتقرب المواطنين والمواطنات من القصه ديالها. شريفه لطيفه، الله معك الله معك. هذا راه مكتب الله سبحانه وتعالى، والمرض راه قدر وقضاء ديال الله سبحانه وتعالى، ما عندك ما دير. يعني اللي كتب هو هذا. غادي نخليوك الان تحكي للشعب المغربي القصه ديالك، كيفاش طور لك هذا المرض، وكيفاش كتحسي، وكيفاش عايشه، وشحال هذا المرض فيك، هاد الشي كامل حاولي تجاوبيني عليه الشريفة لطيفة. ايوا انا كنعاني بزاف، ومرض كثر فيا. ايوا انت نمشي للطبيب تيقول لك ما عندك ما ندير لك، صافي عيني غير السكانير، عاود كنخرج تندير السكان، عاود تنخرج تيخرج، عاود ثاني كندير غير الشيميو الكني، ما كيعالجوني ما والو، ايوا كرشا فالي، ايوا خرج لي شي حاجة في صدري كبيرة، وما كيديرو ليا والو. كنقول لهم شوفو شنو عندي، راه كيسيلو كيطلق لي الخنز، تيقول لك ما عندك. نعم الشريفة، الشريفة لاباس عليك، لاباس عليك صراحة. متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، ألم اللي كتحس به مسكينة، أنا حس بها وصراحة كتحكي وكنحس بها. الله يدير اللي فيها الخير، والله يفاجئها على الشريفة. يعني الألم ديال السرطان صعيب بزاف يعني متابعينا الكرام. واخا الشريفه، باش ما نخليوكش تاثري، لان انت ما خصكش تكوني مأثرة وتبكي، لان راكي كتعرفي الظروف النفسيه ديال المرضى ديال السرطان خصها تكون مزيان. انت خصو يكون عندك ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى، وتبقى قويه باش ممكن لانك تتجاوزي هذه الازمه. حكي لنا كيفاش في الاول، كيفاش عرفتي راسك، وفوقاش عرفتي راسك تصابيتي بالسرطان ديال الثدي؟ واش كنتي كتوقعي لان شي نهار غينتشر لك في الكور ديالك وتولي بهذه الطريقه هذه؟ حكي لنا من الاول الشريفه. خرج لي ولسيسة، مشيت لطب الحومة، صيفطوني للا سلمى. نعم هي هاديك مصيفطوني للا سلمى، دارو لي هداك الشي موغرافي وتحليلة، خرجت لي مرض. نعم هي هاديك موراها درت الشيميو، موراها درت العملية، موراها الأش. شحال ديال الوقت فوقاش وقع لك هادشي بالضبط، هادشي اللي عرفتي راسك مريضة بالسرطان؟ هادي دابا السنين. سنين. واخا من بعد درتي الشيميو، شحال دوزتي ديال الشيميو؟ عاد داروك لوبيراسيون على الزوله باش حيدوك من الزوله. المهم درت ست الحصص ديال الشيميو، عاد موراها درت العمليه.
ايوا في العملية تم حيدوا لك البزولة كاملة. ما حيت البزولة. نعم، ايوا هي هذيك درت ولكن اسمح لي دابا منين داروا لك العملية درتي السكانير، منين كيديروا العملية قبل كدير السكانير، السكانير شنو بين؟ كان مازال ما انتشر لك. لا كان مازال ما انتشر لي، قالوا لي يتجمع لك في البزولة. نعم، ايوا هي هذيك حيدوها لي، حيدوها لي موراها الأشعة، موراها قالوا لي صافي الحمد لله صافي، بقيت كندير غير كونترول. نعم، وموراها ثاني عطاني الكبدة في الكبدة في الكبدة والرية، هي هاديك عاود درت وليت ندير الشيميو من تما، وانا كندير الشيميو وكان في الكبدة غير شي شوية، وفي التالت انتشر لي في كورونا في الكبدة. ايوا وها وانا عاوتاني ندير الشيميو 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 سكانر الشيميو سكانر. ايوا هي هاديك هي هاديك. نخليك ترتاح شوية، عاد كملي، نخليك ترتاح شوية. متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، صراحة المرضى ديال السرطان ولا والله العظيم إلا زعما كانت أثر بزاف من خلال الحالات الإنسانية بحال هكا، المرضى ديال السرطان راه كيعانيو كيعانيو بزاف، وخاص صراحة ما يبقاوش هكا بهذه الطريقة هذه، خاص العناية بهم. هذه غنوجه رسالة من خلال قناة شوف تيفي، راه خاص المرضى ديال السرطان يكون العناية بهم. واش عندنا المغرب كامل مريض السرطان؟ راه كاينين حالات اللي هي باينين، يعني واحد العدد محدود ديال المرضى ديال السرطان. واش ذاك العدد ديال المرضى ديال السرطان لم تستطع يعني وزارة الصحة باش توفر لها واحد الظروف مواتية وكوميم، يعني باش نهضروا بلغة الواقع، خاص هاد الناس هادو نعتنيو بهم. راه السيدة مسكينة فيها السرطان وكتألم، شوفوا كيفاش الحالة ديالها وكيفاش دايرة، راه راجليها مسكينة منفوخة وحطها في الأرض وحالتها مسكينة، حالتها. راهم خوتنا المغاربة هادو ما خصناش نخليهم هكا، ما خصناش نخليهم في هاد الدايرة، قلبنا كيوجعنا عليهم، قلبنا كيوجعنا على الناس ملي كندخلوا كنلقاو حالات إنسانية مؤثرة بهذه الطريقة متابعينا الكرام، وكيطلبوا العطف ديال الشعب المغربي. أين المسؤولين وأين المسؤولين من هادشي اللي وقع للشعب المغربي واللي وقع للمواطنين؟ كنتحدث بصدق، الا كنا غنقولوا الواقع راه هذا هو الواقع، كنا غنقولوا شي حاجه واحده اخرى غنبقاو نزوقوا، وهذا راه ما كاينش ذاك الزواق. حنا الحمد لله كنطالبوا الان بالتدخل من اجل هذه الحالات الانسانيه، ما نخليوش الناس يتعذبوا في ديورهم هكا كينتظروا الساعه ديالهم، راه خاص تدخل عاجل. واخا لالا انت ارتاحيتي شويه، غادي نعطيك تكملي، غتكملي من بعد منين انتشر لك في الجسم ديالك وليتي كديري ليكوغرافي، ما بقيتيش كديري، شنو وليتي كديري؟ الاشعه. واخا احكي لنا من بعد ملي انتشرك في الجسم ديالك شنو داروا لك كعلاج؟ غير الشيميو. قالوا لك عاوتاني نزيدوك الشيميو. الشيميو كندير دابا الشيميو مابقاش كاع كينفعني. نعم. كله مابقاش كاع كينفعني، كاع دابا طحت في الفراش مابقاش كنوض، وليت كنمشي بالكروسه. ايوا. ايوا قلت لك من هذا عاوتاني شال لي في الكبده، بقى هي الشيميو 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 الشيميو. عرفتي جيت عرفتي ما بقاليش القوه، ما بقاليش القوه كاع، عاود خرج ليا في العظم هنا. الا كان الكاميرا نوريك. لا ممنوع باش نوريو، حنا راه حاسين بالحاله ديالك، ما كيسمحوش القوانين ديال الفيسبوك وديال الاداره، ما كيسمحوش لاننا نمروا يعني الجرح والنار العافيه والنار، والدراري الصغار قل من 18 سنه منو يعني. لا باش نوضعك في الصوره، الحاله ديالك راه باينه لالا، راه باينه حاله حمد الله. صدري خامج. نعم. تفرج ليا هما منفوخين وكيسيلوا بالماء ما عرفتش علاش. نعم. ومازال كندير الشيميو والتحاليل ما كيطلعوليش مزيان. شنو كيقولوا لك الاطباء؟ واش كاين شي العلاج؟ لا ما تيقولوا لي والو، صافي الشيميو. نعم. وها صافي التحليله، ديري التحليله ديري الشيميو، ديري التحليله ديري الشيميو. والسكانر ملي كيبغيو يديروا السكانر 3 شهور السكانر صافي. وانتي صابره شحال وانتي على هذه الحاله الشريفه؟ انت دابا راه انت دابا من كورونا مي سدوا علينا، مي انتشر لي في الكبده. نعم. من تما فين تأزمت شويه الوضعيه ديالك، ملي كان غير في الزوله مازال ما انتشر كانت شويه.
شويه تنسيق. لا البزوله ما انتشر ليش نعم، البزوله، واخا كان هذاك عادي. ودرتي العمليه وكنتي كتقولي كاين الفراج، فاذا بك كتفاجئي من حيدوا لك البزوله كتفاجئي عاوتاني انتشر لك في الكبده وفي العظام. اي الرساله ديالك راه حنا نقلناها للمسؤولين والشعب المغربي. دابا غير المسكينات، التوايات المسكينات دابا مقويات، والو والو ما كيديروا لي والو، هادو مستف. الله يفاجئ عليك الشريفه. خوتي المغاربه سمحوا لي غادي ننتقل نشوف التعليقات ديالكم. قبل ما نكمل هذا البث المباشر بغيت نسولكم الله يكثر خيركم الناس اللي كيتابعونا من خلال هذا البث المباشر، تفاعلوا معايا من خلال التعليق واش وصل لا كاليتي ديال الصوره وديال الصوت مزيان عاد نكمل هذا البث المباشر، لان بغينا ننقلوا الشريفه لطيفه بغينا ننقلوا لها الصوره ديالها بشكل واضح. على الله وعسى يكون شي تدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه. متابعينا الكرام واش وصل الصوره والصوت مزيان عاد نكمل هذا البث المباشر. كنتظر تعليقات ديالكم واش وصل الصوره والصوت مزيان باش نكمل البث المباشر. اذا دائما على المباشر لازلنا ننتظر تجاوب ديالكم متابعينا الكرام. الشريفه راه عيانه شويه الله يكثر خيركم، كنتمنى تفاعلوا من خلال واش وصل الصوره والصوت مزيان باش نكمل البث المباشر. لان شبكه التغطيه في المنطقه اللي كنتواجدوا فيها فهي ضعيفه، هادشي علاش كنسولوا كنطرحوا هذا السؤال وكنعاودوه. كنتمنى شي احد يعني يتفاعل من خلال التعليق واش وصل الصوره والصوت مزيان باش نكملوا هذا البث المباشر. اذا غنمشي نكمل غنمشي نكمل البث المباشر، نتمنوا على ان الصوره تكون واصله. نتمنوا واخا لا غادي نكملوا معاك البث المباشر وغتعطي النمره ديالك. كاينين القلوب الرحيمه، الناس اللي ممكن يساعدوك، الناس اللي ممكن يدخلوا، لا على المستوى المستشفيات، لا على المستوى يعني المساعده ديالك، المصاريف لا ديال التنقل ديالك وكيفاش باش عايشه، كيفاش كديري انت مريضه دابا سنين هكا، كيفاش كديري تعيشي؟ ايوا مول الدار ديالي مسكين اللي صورو كنمشي به للطبيب، وكاين بعض المرات كيعاونوني الناس 1000 ريال 400. نعم ايوا من عندي بعض المرات ولادي كنقول لهم طيري لعندكم شي درهم ولا شي 100 درهم باش نمشي في المركوب. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوا وانا غادي هكاك مقطعين مقطعين. ربي كبير الشريف، ربي كبير. الان متابعينا الكرام غادي نشوفوا شهادة ديال الصديقة ديالها. الصديقة ياك لالا؟ واخا هي غتجي عندنا، هي غتجي مسكينة كتجي لعندها كطلل عليها الصديقة ديالها، ما غتبانش هي غتبان غير ب غتعطي غير التصريح ديالها هكا لالا تفضلي. السلام عليكم، أنا سميرة صاحبة لطيفة، هادي كتعاني مسكينة هادي من 2015 وهي كتعاني. كانت الحمد لله دات الشيميو الحمد لله وحيدت البزولة الحمد لله وبرات، ولكن من بعد فهاد كورونا انتشر لها المرض. هاد السيدة كتعاني بزاف، لا هي ولا الجوج ديالها ولا وليداتها، ما لقينا لها جهد. انا كنطلب من الله والمحسنين من اللي شافها يتفاعل مع هاد السيدة، الله يكثر خيركم، هاديرو غير الاجر. اللي بغى يحج هالحج فين راه يشوف فيها لله، يشوف فيها الوجه لله. ما لقينا لها جهد، قلبنا كيتقطع عليها ومجبرت لها جهد. الله يجازيكم بخير المحسنين، الله يكثر خيركم. وكنشكروا شوف تي في اللي كتجي وتعامل هاد الناس وتوقف معاهم، الله يوقف معاكم. وكنشكركم بزاف 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 لما شوفوا في هاد السيده لوجه الله، الله يكثر خيركم ويدخل عليكم هاد العواشر باش تمنيتو. هديروا فيها غير حسنه، مجبرت لها جهد. انا كنجي لعندها ونتقطع عليها، لا هي ولا الراجل ديالها ولا وليداتها. وكن
الطابق.